الست اللي قتلتها دي كان ليك كلمت معها بعد ما قتلتها او اخر حاجه قالت لك ايه الست دي؟ اليوم اللي احنا اللي بلغت فيه ورحت مسالها بقول لها ام عفيفي ما شفتش امه هنا؟ قالت انا شفتها كانت ماشيه مشارك كده. وجات بعدها بشويه بتقول له يا خالي مندوح لقيت مرة خالي؟ وهي قالت لها جو. ما كنتش حاسس ليها مرتبكه يا حاجه ولا حاجه طبيعي ولا كان حصل حاجه ولا كان حصل حاجه زي ما تكون قالت لفخ. هم عرفت ازاي لك اللي هي مدفونه عندها؟ من جارتها. جارتها جات لكم اللي هي شفتها دخلت هنا؟ دخلت هنا ما طلعتش. انت قلت لقوات الامن كنت تعمل حركه على المكان على طول. ايوه فور. على ابا جلال انا رحت عملت البلاغ بالفعل ما كملش لحظات معاه ولا ساعات. انت نزلت كمان على الفيسبوك وعلى موقع التواصل الاجتماعي وكان في ناس بتتفاعل. ما خدناش حته. يعني ما خدناش حته قعدنا يمكن الاربع ايام ديتي لا نوم ولا اكل ولا شرب. كنت الاربع ايام كانت موجوده فيهم هي في البيت عندنا. كانت ما تبحث معاكم. وكانت ما تبحث معي. يوم ما لقيتوها كنت متوقع تلاقيها عند جارتكم ديت؟ لا ما كنتش متوقع. الشديد اللي انا اتمثل لها هي اللي تعمل فيا كده. يعني ايدي اللي انا ما مديها لك انا ما مش متوقع ليها تحصل عند ديت. والعمر ما تخيل لحد الوقت اللي هي عملت العمل اللي عملتها دي. قلت لي جارتها دي اللي قتلت امي كانت بتقول لامي يا مرت خالي او يا عمتي. قالت ما تقول لها يا مرت خالي. يا مرت خالي مندوح يا عمتي. وادي في الاخر قتلتها. عرفنا بحضرتك محمد رفع. احكي لي بقى الواقعه دي، احكي لي بالتفاصيل عشان المشاهدين يعرفوا الواقعه. وقت احنا كنا في السوق جينا بعد من السوق سالت بسال على امي لما اقول لها بقول لمرت انا امك فين؟ فقالت لي امك جابت لنا الفطار وفطرنا مع بعض وطلعت بعد ما حوالي الساعه 9 ونص حوالي الساعه 9 ونص زي كده ما رجعتش. طبعا كنا احنا وطلعنا ثاني ورجعت ثاني امك رجعت قالت لا ما رجعتش. طبعا بدات اسال عمي واخواتي واخوات كانت بنات واخوات سكان ان لقيناها ما لقيناهاش. فضلنا ندور لحد حوالي الساعه 2 في الليل. علي صوتك عشان الناس بتقول صوتك. علي صوتك. اما بقول فضلنا ندور عليها لحد الساعه 2 في الليل. ان نلاقيها مثلا عند بنتها عند اخوها عند ابن عمها عند ده عند ده ما لقيناهاش. طبعا جينا احنا ثاني يوم بالفعل عملت بلاغ. عملت بلاغ. عملت بلاغ هاي. عملت بلاغ في البندر عند ابا جلال. بالفعل ثاني يوم قام معايا فوري وجي عمل جلالته هنا. قال لي انت تتهم مين؟ قلت له اتهم شربات ديت اللي هي جارتها قالت علي. جارتها؟ ايوه. قالت دي دخلت عندها ما طلعتش. يعني انت سالت احدى الجيران ام راحت فين مش متعوده تختفي بالطريقه دي جيت لك شفتها دخلت عند احدى الجيران هنا. ايوه. قالت دخلت عند ام عفيف. دخلت عند ام عفيف وما طلعتش تاني. طبعا فضلنا احنا ندور برضه لحد فرق البحث ما جه. فرق البحث لما جه طبعا دور لقيها عندي. يعني دور لقاها عنده. لقيتها قتلاها ودفناها واخده منها الحلق وكمان حط عليها بصل. طب انت ليه عملت كده؟ يعني ما خليتش ما عملش معاك حاجه وحشه. فلوس تاخدي، ابويا فلوس يديكي، ابن عم ده انت كنت لسه واخده منها كنت واخده من منحه ابن عم ده تجيب افطار لعيالك. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ يعني احنا ما عملناش معاك حاجه وحشه. ولا شفت حاجه وحشه مني. اي حاجه بتعوزيها بنديها لك. ابويا يديك امي تديكي اي حد مننا اللي ما تعوزين ما تاخديش عشان ما نقصر معاك في اي حاجه. انت قلت لي اصلا هي كانت داخله تعمل خير داخله وسيط بينها وبين واحد عشان 500 جنيه. ما خلصت لك مشكله دلوقتي بتاع الملايات بتاعتها. يعني عشان خاطر 500 جنيه تموتيها؟ ليه انا كنت تعالى اقول انا عايز 2000 عايز 3 اللي انت عايز انا اديها. بعد ما قتلتها حاولت تتخلص من الحلق بتاعها تبيعه لاي حد؟ لا ما على بقى مساكها. على بقى مساكها تختفي كيف بيه؟ على بالي بيه. يعني انت اول ما حصل اتوجهت لقوات الامن بعد 48 ساعه عملت بلاغ هم اتحركوا معك فورا. بالفعل ايوه فورا جم معايا.
على ابي احمد بن حمدان يعني وجهوا لهم كميه الشوق هم ناس ما قصروش خلال ما فيش ساعات قام معايا بالفعل. قلت لي جارتها دي اللي قتلت ام كانت بتقول لامي يا مرت خالي او يا عمتي. قالت ما تقول لها يا مرت خالي يا مرت خالي مندوح يا عمتي وادي في الاخر قتلتها. وكانت لما تعمل معها قالت لها تعالي يا مرت خالي عشان تعمل معايا الثبات. دخلتها جوا استجردتها وقتلتها. يعني كانت داخله تعمل معها خير برضه يعني راحت تمسك معها تعمل ثباتها وتسطح عشان الشمس. وهذه في الاخر قتلتها. هذا اخلط المعروف. واحنا كمان لما ندور عليها وهي ما تدور عليها معانا. انت نزلت كمان على الفيسبوك وعلى موقع التواصل الاجتماعي وكان في ناس بتتفاعل. ما خدناش حته. يعني ما خدناش حته قعدنا يمكن الاربع ايام ديتي لا نوم ولا اكل ولا شرب. كنت والاربع ايام كانت موجوده فيهم هي في البيت عندنا. كانت لما تبحث معاكم. وكانت لما تبحث معي. يعني انت رحت قلت لها فن مش امه ما جاتش عندك؟ قالت لك لا ما جاتش عندي. ما هو ما جاتش عندي وما تسال لها معانا. كمان لما تدور عليها معي. قعدتوا كم يوم عشان تلاقوها؟ ده احنا قعدنا 48 ساعه ندور. احكي لي على علوم تشيع جثمانها، سمعت الناس كتير كانت مشاركه في البلد وكل الناس كانت حريصه والبلد كلها كانت زعلانه عليها يوم تشيع الجثمان. ايوه كلهم زعلان عليها. ازاي ديتي يعني تعمل فيها كده؟ الست ديتي ما كانتش ليها الموتة دي. يعني اللي حصل دويتي ما كانش ليها. ما كناش كمان متخيلين اللي يحصل من جريتنا. احنا ناكلها ونشربها ما كناش متخيلين احنا يحصل ده. يعني لحد التاريخ الساعه مش متخيلين. انتوا طبعا قلتوا احنا متمسكين احنا هناخد حقنا بالقانون. ايوه متمسكين انا بالقانون والقضاء. والقضاء هو اللي يجيب لنا حقنا. والدتك علاقتها بالناس الناس كلها بتشكر فيها، يعني ست عندها 69 سنة ست كبيرة علاقتها بالناس كويس، الناس كلها بتشكر فيها. ما فيش واحد إلا ما يحب أمه في البلد. مسلم ومسيحي. الناس كلها بتحبها، ما لناش أي كره مع أي حد. ولا أي حد له كره معانا. احكي لي عن حالة والدك من يوم الواقعة. حالة والدي من يوم الواقعة يعني يعلم بربنا. يعلم بنا ربنا. ايه الرساله انت بتوجهها قبل ما تكتب مقاله؟ الرساله اللي اوجهها اللي ارضى حكم القضاء. يعني رضى حكم القضاء. انت عندك اخوات؟ ايوه عندي اخوات ثمانيه. ثمانيه؟ انا ثمانيه. اولاد وبنات؟ ايوه. كلكم اتمسكتوا من اول يوم بالقانون؟ ايوه. متمسكين بالقانون لحد تاريخ الساعه اللي احنا فيه.